اهلا وسهلا فيكم. اليوم من مطبخي راح اقدم لكم طريقه تحدي التشيز كيك البندق. كتير سهل وسريع، ما بيحتاج طبخ، ما بنحتاج فرن. راح نجهزه من مكونات سهله وبسيطه، وراح اقول لكم اذا مش موجود عندكم من هدول المكونات شو فينا نستبدلها. اوكي، اول شيء راح نجهز الكعب يلي هو مؤلف من البسكت، فانا لازم نستعمل الدايجستيف بسكت. فنحن بنطحنها على الخلاط، اذا ما عندكم خلاط فيكم دقوها بمدقه ولا تفرفتوها بايديكم، كتير كتير ناعمه. اوكي، سو استعملت الخلاط الكهربائي، وهلا لحتى اجهز عجينه الكعب رح اضيف عليهم هون عندي 400 جرام من البسكوت المطحون، رح اضيف عليهم نص كوب زبده. تفضل انه تكون الزبدة مش مالحة طبعا، زبدة دايبة مثل ما شايفين، وراح نخلطهم كتير كتير منيح. وهون بيكون جاهز عندي اول طبقة، لازم العجين تكون شوي متماسكة. اوكي، وهلأ بعد ما خلطنا العجينة شوفوا كيف صارت، شوي بتحسوا البسكوت مفرفط بس هو مرطب صار. رح نحطهم بالصينية لان هيدي اول خطوة لازم نعملها او قبل كل شيء، وبعدين نحطهم بالبراد لحتى شوي العجينة تمسك. نحتاج قالب كيك اللي بنخبز فيه الكيك، اذا ما عندكم فيكم تستعملوا الصينية، بيركس، كاسرول، اي شيء موجود. فمثل ما شفتوا انا حطيت على طرف هيدي الصينية، بتنفتح من هون، صراحة تكون سهلة اني اشيل بعدين تشيز كيك منها. حطيت على الطرف ورق من الزبدة، بصير اسهل لإلي وارتب للشكل كمان. رح نفرد العجينة هون ورح نشدها لتحت، يعني نضغط عليها للاسفل لحتى تكون كلها ليفل واحدة، يعني مسطحة وعيار واحد. ورح نكبسها على بعضها مشان بعدين ما تفرط. اوكي، بنستعمل هيدا كيس، نحط شي على وجه العجينة، نضغط بواسطة اي شي عنا، مثلا ما فيني استعمل كوب، نضغط عليهم هيك. اوكي، بما انك عم تسحب بعملها كيف اسهل. اوكي شوفوا هذا المطلوب، هذا البنية. بعد ما جهزنا العجينة هلا رح حطها بالبراد بالوقت اللي عم نعمل فيه الكريم، رح تكون العجينة شوي تماسكت. اوكي، بينما هلا شو بنحتاج للمكونات لحتى نعمل الطبقة الثانية اللي هي من الكريم؟ نحتاج جبنة ماسكابوني تشيز يلي هي جبنة كريمي وخاص للحلويات. اذا مش موجودة عندكم فيكم تستعملوا الفيلادلفيا، كمان منيحة. في ناس بتستعمل الكيري، بس الكيري شوي بتجي حلوة ولا هيك بحسها، ما بعرف، بفضل يمكن فيلادلفيا بتكون احسن، بس انا بستعمل ماسكابوني تشيز، اذا موجودة بكون تمام. فمن الجبنة بنحتاج 250 جرام، ومن الدبل كريم يلي هو رح نعمل منه الكريمة كمان بنحتاج 600 ملي من الكريم. اذا مش موجودة عندكم فيكم تستعملوا بقدر ظرفين الكريمة يلي موجودة ببلدكم، ويب كريم اسمها ولا دريم ويب ولا ما بعرف، يعني بتجي باودر بتخلطوها، فبنحتاج ظرفين منها. هون بدنا ملعقتين سكر ناعم، مش سكر خشن لان ما بيدوب السكر خشن، سكر ناعم. واذا ما عندكم سكر ناعم فيكم كمان تستبدلوه بالنسلة، 3 ملاعق نسلة بيكون كتير تمام. كمان هون عنا رح نستعمل الكاكاو، كاكاو بيجي كتير مر مش حلو ابدا، فاذا بتحبوا تحطوه بدنا ملعقتين، اذا ما عندكم كمان فيكم تستبدلوه بلوح شوكولا مدوب بتحطوه بداله. تمام، هاي المكونات. بالنسبة للبندق هون عندي بقدر كوب بندق مكسر محمص، اذا عندكم اذا انا كنت جبت كيس بالقشر فحطيتهم بالفرن، بس يبردوا بصير القشرة تنشال عنهم بكل سهولة، بياخدوا شي 5 دقايق بالفرن على حرارة يعني معتدلة. اوكي، بقدر كوب قصيتهم هيك بالنص،
وعنا شوي هون لنزين الوجه فيهون الحبة مثل ما هي. وكمان عنا هون مكسر بندق مطحون طحنتهم كمان على المولينكس لحتى نحطهم مع الكريم. اوكي هلا رح نبلش نجهز الكريم نخلطها لحتى تصير حتى تشد. فهلا رح اخلطها. هاي الكريمه كتير حساسه، اذا خلطتها اكثر من اللازم تفرط، ما بعود فيها انه تتصلح بتصير مش طيبه. اوكي هلا بعد ما جهزت عنا الكريمه شوفوا كيف صارت. هلا بنخليها هون على جنب بهذا الجات، كمان على جنب رح نحط الماسكربوني تشيز. ماسكربوني ومسكوني. اوكي رح نحط عليهم 2 ملعقتين من السكر. السكر يلي ما بده ينزل. اوكي بنخلطهم منيح، بنخلهم يعني اكيد تمام. وهلا كمان بننخل الكوكو باودر، نخلطهم كتير منيح. اوكي انتو عم تخلطوا بصير عندكم هيدا الانفجار بالمطبخ، بصير عندكم انفجار بس ما بيأثر، ما تشيلوا هم كله بعدين بيتنضف. المهم الطعمة والنتيجة اللي رح نوصل لها. اوكي سو مثل ما شفتوا خلطنا الكاكاو والسكر البودرة مع الجبنة، صار هيك قوامه شوي سميك لانه الكاكاو بودرة وكل شي بودرة. فهلا رح نضيف عليهم الكريمة. قبل هيك رح شيل شوي من كمية الكريمة لحتى نزين الوجه. بنحطهم هون بكيس الحلويات يلي رح نستعمله. تمام بنخليهم هون. وهلا بنضيف عليهم الكريمة، بنخفقهم بالسباتولا شوي شوي. اوكي وهلا بعد ما خلطنا الجبنة والكريمة وكل المكونات اللي حطيناها قبل، جبت هيدي الصينية من البراد، صارت بتحسوها مجمدة، شفتوا؟ ما مفرفطة. اوكي وهلا شو بدي اعمل؟ فعندي عندي هون بقدر ربع كوب من البندق مطحون، رح خلطهم مع الكريمة. اوكي هلا هون رح نحط الجبنة فوق البسكوت ونرتبها. شفتوا كيف المكونات عندي ما لازم يكونوا سائل. اوكي مثل ما شفتوا على قدر الامكان حاولنا انه نعمل وجه للصينية كتير مرتبة نفس المستوى. اوكي هلا شو رح اعمل من بعد هيدا الشيء؟ رح احط هون كل البندق يلي عندي اياهم، وزعهم كلهم على سطح الكريمة. هلا رح نزين بالكريمه يلي حطيناهم بالكيس.
اوكي. وهلا على كل كريمه رح نحط هون على راسها حبه بندق. اوكي وهلا شو رح نعمل؟ رح نخليه يسقي على مده ساعتين، وفيكم تعملوه بالليل تخلوه لتاني يوم الصبح. اوكي وهلا بعد ما بردت الجاتو التشيز كيك رح نعمله، رح نشيله شوي شوي، نفتح عليها الصينيه. يا الهي شوفوا، رح اخدها هون حطها هون عنده، نشوف شكلها قريب. بعدين نشيل الورق شوي شوي، اوكي. وهاي الورقة الثانية كمان، اذا ما حطينا ورق ما بتخرب عادي يعني، بس افضل يعني للشكل الاجمل. شوفوا شو حلوة بتشهي، او يم يمي. فرح اعمل لها اخر لمسة، رح احط لها شوكولا. انا بستعمل الدارك شوكليت، يعني الشوكولا السوداء الغامقة، ما بتجي حلوة ابدا، كتير طيبة. رح احط شوي على الوجه، بس رح اعملهم زيكزاك. اوكي هيدي القطعة هون، اذا بتحبوا. اوكي سو هاي القطعة اذا بتحبوا منضيف عليها كمان شوكولا. واو هذا للي بحب كتير شوكولا. بنحط بندق اذا كان بعد موجود، شو رأيكم؟ حبيته صراحة، شكلها كتير بحمس انه تتجرب، وانا دايما بعملها فكتير بحبها. انا من عشاق التشيز كيك، بالاخص بحب اعمل تشيز كيك اللي بيكون على توت بري شوي حامض. ف اذا عجبتكم الوصفة بليز حطولي لايك، وكمان كل المقادير مع المكونات المطلوبة لهاي الوصفة رح تلاقوها تحت بصندوق الوصف اذا حابين تجربوها. انا بشكركم كتير، ميرسي كتير لكم على دعمكم، على اللايكات وعلى الشير اللي عم تعملوه. سو على امل انه نلتقي بفيديو جديد انا وياكم، ميرسي كتير، بشوفكم بعدين، باي.